يعني كل يوم في رمضان بالنسبة لنا بعبر عن عيد، وأجمل العيد نفسه. يعني الإنسان اللي بيعرفش مدى رمضان وبلاقيش برمز رمضان فهو عيد كل يوم. في اشياء اللي ممكن تنعمل اللي تساعدهن انه يعني تخليهم يشعروا انهم شبعانين، تساعدهم انه يصوموا ويقضوا صيام بدون مشاكل؟ غير شغلات التغذيه وشو لازم ياكلوا ما ياكلوش، في علاج ممكن نستعمله عن طريق كف الاجهزه والتحلاي كمان عندنا اللي هي أكلة مفتقة برضو، هاي الأكلة عكوية برضو. لو نظرنا يعني وقسمنا موضوع الصيام نجده إنه يخاطب النفس.